طيب، السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنبتدي مع بعض المحاضره رقم 9 في كورس دبلومه المعايير، وهنتكلم النهارده عن المعيار بتاع الاي اي اس 16 بروبرتي بلانت اند ايكويبمنت، الالات والممتلكات والمعدات. طيب دي يا شباب المعايير اتكلمنا عنها قبل كده، اتكلمنا عن الكونسبشوال فريم ورك والمعايير دي، خلصنا لحد 12 ومعانا المعيار بتاع 16. المفروض المعيار ده طويل، يعني من المعايير الطويلة، بس عشان الوقت اتأخر وكده هناخده بس في عنوانين، وهو اوفر فيو كده عن المعيار، وحاجة اسمها الانيشيال ميجرمنت، القياس الاولي. خلينا نشوفه الملخص اللي هو الاوفر فيو. ركزوا يا جماعة في الحتة دي، لان احنا هنخش هنا هنحله حوالي مثلا 15 سؤال حاجة كده، فايه على الحتة دي فركزوا فيها. قال هنا انه يحدد المعيار المحاسبة الدولي رقم 16 اللي هو الـ IAS 16 الممتلكات والآلات والمعدات المعالجة المحاسبية الـ Accounting Treatment، المعالجة المحاسبية لمعظم أنواع الممتلكات والآلات والمعدات، ويتم قياس الممتلكات والآلات والمعدات مبدئيا بالتكلفة. فالانيشيالي ميجرد، القياس المبدئي عندي اللي هو في فترة الشراء أو في فترة الأكويزيشن الاستحواذ، بيبقى بالكوست، بالتكلفة بتاعت الحاجة، ويتم قياسها لاحقا إما باستخدام حاجة اسمها الكوست موديل، نموذج التكلفة، أو نموذج إعادة التقييم الريفالويشن موديل. المقصود بالقياس اللاحق اللي هو السبسيكوانت ميجر، القياس اللاحق ده اللي هو في نهاية السنة المالية. أنا أول لما بستحوذ على الحاجة بيتم قياسها بتكلفتها في نهاية السنة، يا إما بالتكلفة يا إما بإعادة التقييم، ودي إن شاء الله حاجات هنبقى نتكلموا عنها المحاضرة اللي جاية. بعد كده ويتم إهلاكها بحيث يتم توزيع قيمتها القابلة للإهلاك على أساس منتظم على مدار عمرها الإنتاج. فبعمل allocated in أو on a systematic basis over its useful life. أنا عندي عمر إنتاجي للآلة 10 سنين مثلا، بوزع تكلفة الآلة اللي هي مليون مثلا، بوزع المليون دي على 10 سنين، وهو ده الإهلاك الـ depreciation. لو نزلت للصورة هنا هتلاقي إن أنا عندي ثلاث أنواع من الإهلاك أو ثلاث حاجات نفس فكرة الإهلاك. أول حاجة معايا اللي هي depletion، ودي نفس فكرة الإهلاك كده، إن أنا بوزع على أساس عمر المورد الطبيعي بقى، فده مرتبط بالموارد الطبيعية زي مثلا الحاجات المرتبطة بالزراعة، بإيه تاني يا أستاذ أسامة؟ معانا أستاذ أسامة ولا رحت؟ أستاذ أسامة راح. طب إيه الموارد الطبيعية اللي بيتعمل لها ديبليشن؟ استنفاد. تمام. الحاجات دي لان انت مثلا لو رحت على ارض فيها بترول ولا حاجة، بتحفر، بتعمل منصة. بالظبط. فانت بتوزع التكلفة دي على العمر ده، صح؟ وهم بيقدروا العمر ده، صح؟ تمام. فده شكل من موارد الطبيعية اللي بيتعمل لها ديبليشن. يعني ايه؟ بوزع التكاليف اللي انا بدفعها عشان احفر البير على مدار عمر البير. وبعدين عندي الاصول الملموسه دي اللي بعمل لها ديبريشيشن او ديبريسيشن، اللي خد بالك مصطلحين ينفع، يعني المصطلح ينفع يتنطق بشكلين، ديبريشيشن او ديبريسيشن اللي هو الاهلاك. ده للاصول الملموسه اللي هي بقى الالات، المعدات، المباني، اي حاجه اقدر امسكها بايدي. يعني الناحية التانية عندي أصول غير ملموسة، بعمل لها حاجة اسمها amortization، بعمل لها إطفاء. يعني إيه بعمل لها إطفاء؟ يعني بوزع برضو تكلفتها على مدار عمر الأصل الغير ملموس، زي مثلا البيتنت، براءة الاختراع. أنا عملت دي براءة اختراع، براءة الاختراع دي ليها فترة 20 سنة 25 سنة، دفعت أنا عشان أسجل براءة الاختراع دي مثلا 100,000 مثلا، حكوميات بقى والحاجات دي، فال 100,000 دي هوزعها على 20 25. عم اسلام، في حاجة مش واضحة هنا؟ طبعا عم احمد،
تمام، مفيش حاجة مش باينة بتاع. قول يا ريس. انت قريت البوست اللي انا نزلته على الفيسبوك وجاي صح؟ جاي سخن علينا صح؟ بجد مش كده؟ اللي هي اللاند امبروفمنت، التحسينات على الاراضي صح؟ مش ده قصدك؟ طب ايه رايك يا استاذ اسامه؟ صيانه لا مصروف. مصروف. طيب تمام، مظبوط مظبوط. طيب خلينا نكمل. وتتمثل الموضوعات الرئيسية الـ principal issues المرتبطة معايا بالمعيار في الاعتراف بالأصل الـ recognition of assets، وتحديد قيمته الدفترية determination of their carrying amounts، وتحديد مصاريف الإهلاك determination of depreciation charges، الحاجة المصروف الإهلاك اللي هحمله بشكل سنوي. ده طبعا بيفرق معايا بناء على طريقة الإهلاك اللي هستخدمها، وعندي طرق مختلفة للإهلاك لكن خليها دلوقتي. رابع حاجة وتحديد خسائر الانخفاض في القيمة determination of impairment losses. برضو أنا عندي ممكن يعني القص ده مثلا مرة واحدة يحصل فيه انخفاض في القيمة، فعندي حاجة اسمها الimpairment test، اختبار انخفاض القيمة بعمله كل سنة مثلا في نهاية كل سنة، وبناء عليه بحدد هل القص ده قيمته زادت ولا قلت، والتي سيتم الاعتراف بها. وهنا قال لك معلومة كده، قال لك انه اعيد اصدار معيار المحاسبة الدولي رقم 16 في ديسمبر 2003 وينطبق في الفترات السنوية التي تبدأ من اول وبعد 1 يناير 2015. ومعايا بقى هنا شوية اسئلة، نبتدي كده باستاذ اسامة بانه خرج وراجع تاني. ليه كده بس؟ طيب Which of the following is an application of rational and systematic allocation؟ الإنجليزي؟ طيب يقول لك مين من اللي جاي؟ Which of the following is an application، ده يعتبر تطبيق للراشونال العقلاني والسيستماتيك allocation التوزيع العقلاني والمنهجي. الامورتيزيشن اوف انتانجبل اسيتس، الاهلاك او الاطفاء بتاع الاصول الغير ملموسه، ولا السيلز كوميشنز عمولات المبيعات، ولا الريسيرش اند ديفلوبمنت كوستس تكاليف التطوير والبحث والتطوير، ريسيرش اند ديفلوبمنت بحث وتطوير، ولا الاوفيسرز سالاريز مرتبات اللي هم كبار المديرين. ايه رايك؟ مين من اللي جاي يعتبر تطبيق للراشونال والسيستماتيك اللوكيشن اللي هو التوزيع العقلاني والمنهجي؟ بس هل السيلز كوميشن دي بيتعمل لها توزيع؟ بيتعمل لها اللوكيشن توزيع؟ نفس الفكرة، هو الاهلاك. فدي ما بتعملها الريسيرش والديفلوبمنت كوست. ايه رايك؟ اللي هي البحث والتطوير امتى بتترسمل وامتى بيتعمل لها الاهلاك ولا ايه اللي بيحصل معاها؟ يعني مثلا وصل لبيتنت مثلا لبراءه اختراع، حلو كده مظبوط تمام، ويتعمل لها توزيع، يتعمل لها لوكيشن. فهي الإجابة دي مش كاملة، ما ينفعش تاخدها كده، لا ليها تكملة عشان تبقى اللوكيشن، فدي غلط. مرتبات المديرين لا برضه، فهي أول واحدة صح كده؟ هي أول واحدة.
طيب مين معانا جديد؟ السلام عليكم. مين اللي داخل باسم ابداع؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا اخويا ابراهيم. احنا ابتدينا بس عدينا على سلايد واحد سريعا، اتعرفنا على ايه هو المعيار بتاع الممتلكات والالات والمعدات اللي هو الاي اي اس 16. الاي اي اس 16 عندك خلفية عنه؟ يا ليه كده بس؟ هو النجاح من كام؟ من 50 صح؟ طيب ربنا يستر علينا بقى احنا بإذن الله بإذن الله. عايز تقول حاجة يا أستاذ أسامة ولا إيه؟ بإذن الله بإذن الله. عرفت بس كانت مشاكلك في إيه وكده. هو الامتحان كان صعب سمعت. ياه. سمعت الناس صح ان المعيار ده مفيش تركيز عليه خالص. الحمد لله. معلش معلش عادي، عارف انا دخلت السي ام اي 4 مرات خلصوا عليا والله، بس هي استمرارية بس عادي يعني. والله عارف لما دخلت كنت بكلم واحد برضو على مش عارف كان سعودي وامتحن الثقبة مش عارف، قال لي دخلها كتير برضو كان بيصبرني يعني، عارف كده لما بتدخل وما بتنجحش بتلاقي اللي بيصبرك. صح 47. قريب جدا صحيح. والله احنا عندنا في السي ام اي برضه النجاح من 360 وتلاقي ناس جابت 350 يعني، هو اقل حاجة. بالظبط اقل حاجة ان هو بيشيل 10 درجات واخد بالك، فتلاقي اللي جاب 350 ده فاضل له يعني تكة ويجيب ال 360 وسبحان الله بيضطر بقى يعيد تاني بإذن الله بإذن الله. طيب حل لنا بقى السؤال ده. ما يديله. لا هي حاجات بسيطة ما فيهاش حاجة. بس دي مش أسئلة الدبلومة، دي أسئلة كده يعني. اقراها واحدة واحدة كده واحنا معاك. لا 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 مش أول واحد، تاني واحد تاني واحد أهو ده. اللانت. طب ايه رأيك يا اسلام عندك حاجة هنا وفاهم السؤال؟ طيب يا اسلام بيتعمل لها ايه لما تبقى ديبليشن؟ مظبوط. طب يا اسلام السؤال اللي جاي ده بتاعك بقى. طيب السؤال اللي جاي: Which of the following is our kind of depreciation expenses؟ بالظبط يعني الإجابة سي. طيب أحمد بقى: In depreciation calculation في حساب الإهلاك إذا useful life of fixed asset is. هي estimate. طب ليه تالت واحدة غلط مثلا؟ او لا مش كل الفيكسد اسيت ليها يوسفول لايف واحد، عمر انتاجي واحد. تمام. طيب خلينا نكمل ونرجع للاستاذ اسامه. ذا بيرشيز برايس اوف سوفت وير اللي هو سعر الشراء لسوفت وير لبرنامج ذات ويل بي يوزد فور مور ذان 12 مانثس، هيتم استخدامه اكتر من 12 شهر، شود بي ريجاردد از، عامله كايه؟
ريفينيو اكسبنديتشر ربح راس مالي، كابيتال اكسبنديتشر مصروف، او هنا معلش ريفينيو اكسبنديتشر. يعني ايه ريفينيو اكسبنديتشر؟ طب ايه حد عنده تفسير؟ مصاريف ايرادات. لا بص، هو اكسبنديتشر يعني مصروف، وريفينيو يعني ايراد. والله لا لا لا، الكابيتال اكسبنديتشر هي المصروف راس مالي، فهي دي ممكن. ممكن يقصد بيها الكوجز، صح، كوست اوف جود سولد، الكوجز اللي هي تكلفه البضاعه المباعه. اخد بالك، هل حاجه زي دي هعملها كتكلفه بضاعه مباعه؟ لا. طيب لونج تيرم اكسبنس، مصروف طويل الاجل، لونج تيرم اكسبنس، هل ده يعتبر مصروف طويل الاجل ولا ان اكاونتنج بيريود اكسبنس، مصروف مرتبط بفتره محاسبيه؟ المفروض ان هي حاجه، بالظبط، حاجه هتقعد معاك فتره طويله، فبيتعمل لها كابيتاليزيشن، صح، بيتعمل لها رسمله. رسمله يعني بتظهر معايا في الميزانيه ضمن الاصول، صح يا استاذ ابراهيم ولا ايه؟ فهي الاجابه المفروض بي، كابيتال اكسبنديتشر، مصروف راس مال. طيب اكاونتنج بيريود اكسبنس، انا عندي الاكسبنس ممكن اقسمه لنوعين، ايه رايك يا استاذ ابراهيم؟ نوع ايه ونوع ايه؟ المصروف او المصروف عموما، انا عندي مصروف فتره والناحيه التانيه مصروف. لا لا لا، عندي مصروف فتره، لو بتكلم على الكوست كلاسيفيكيشن، على تصنيف للتكاليف او المصاريف، وفي فرق طبعا ما بين المصروف والتكلفه، بس هو انا عندي البيريود اكسبنس، مصروف مرتبط بفتره، او ممكن اسميه البيريود كوست، تمام، او عندي المانيفاكتشرنج اكسبنس، مصروف مرتبط بالتصنيع، العمليات التصنيعيه، او المانيفاكتشرنج كوست. البيريود اكسبنس هي التكلفه اللي كلها بتنزل ضمن الانكم ستيتمنت كمصروف، بغض النظر بقى عن، يعني ما بتتربطش بمنتج، لكن هنا المانيفاكتشرنج اكسبنس جزء منها بينزل في الانكم ستيتمنت ضمن تكلفه البضاعه المباعه لما ببيع المنتج، وجزء تاني بيظهر معايا في الانفنتوري اللي هو الاندنج انفنتوري في البالانس شيت، او اللي هي الستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن. تمام، خلينا نرجع للاستاذ ابراهيم. Which of the following fixed assets is not depreciated in the ordinary circumstances؟ نفس سؤالك اللي فات. اللاند برضو، اللاند، بالظبط بالظبط. طيب نرجع لإسلام، والسؤال بيقول لك the term نقط is generally used for depreciation of neutral resources، الموارد الطبيعية، ال depletion. تمام، الإجابة بي. طب ايه ال disposal value دي يا إسلام؟ القيمة اللي أنا ببيع بيها الأصل في نهاية عمره، صح كده؟ تمام، اديني اسم تاني ليها. طيب انجليزي. ما انا عايز الانجليزي بقى، السالفج فاليو. طب يا استاذ ابراهيم في اسم تالت انا مش فاكره، بس انت اكيد فاكره. مش فاكره السالفج فاليو. طب مش عارف. لا خلاص خلاص، بس هو في اسم تالت برضه، بس انا مش جاي معايا خالص. نشوف السؤال بعد كده لاحمد. Which of the following is biological asset، يعتبر اصل biological، حيوي؟
اه بالظبط، living planets and animals، اللي هي المزروعات الحية والحيوانات الحية والكلام ده. ماشي، فالإجابة هي دي. ماشي، نشوفه بعد كده. أستاذ أسامة، which one of the following most closely defines amortization؟ مين من اللي جاي يعتبر أقرب تعريف للإطفاء اللي هو مرتبط بالأصول الغير ملموسة؟ the depreciation of tangible fixed assets، إهلاك الأصول الملموسة. the depreciation of intangible fixed assets، إهلاك الأصول الغير ملموسة. the depreciation of current assets، إهلاك الأصول المتداولة. the revaluation of land and buildings، إعادة تقييم الأراضي أو الأرض والمباني. number A، B، the depreciation of intangible fixed assets، هي الإجابة B صح. طيب أستاذ إبراهيم، which of the following items is not non-cash item؟ اه بالظبط، كل دول يعتبروا نون كاش صح، ما بيتدفعش فيهم فلوس، الديبريشيشن، الامورتيزيشن، الديبليشن. ماشي، نشوفه بعد كده. which of the following intangible assets is not amortized؟ ايه رايك يا اسلام، مين الاصول دي ما اتعملهاش امورتيزيشن؟ ليه الجود ويل؟ طب خلينا الاول استاذ ابراهيم يفرق لنا ما بين الاندماج والاستحواذ والاشكال بتاعت اندماج الشركات. يلا استاذ ابراهيم، الشركات، لا الشركات لما بتدخل مع بعض بيبقى ايه في علاقة، بتبقى مثلا ان هم اكوزيشن اللي هو الاستحواذ، الشراكة. طب الاستحواذ، انا عندي دلوقتي شركة ايه والشركة بي، لما استحوذوا مع بعض هيطلع معايا في الاخر ايه؟ في شركة هتطير منهم يعني؟ الشركة ايه هتعمل كنترول على الشركة بي؟ طيب وفي الـ في الـ اللي هي ال قلت ايه اسوسيشن؟ ده في الاكوزيشن ولا في اسوسييت؟ طيب تمام، هيبقى في استثمارات في شركه تابعه في قائمه المركز المالي بتاعت الشركه اللي هي بي بقى، اللي هي صح كده، ولا الشركه ايه اللي هي عملت استثمارات في بي؟ اه، وبيبقى في حصه اقليه والكلام ده صح. طيب ده في الاكوزيشن، حصة الأقلية بتظهر في الاكوزيشن، والاكوزيشن بتبقى نسبة أكتر من 75% مثلا، ولا النسب دي مش ثابتة؟ مؤشرات كده. تمام، طيب احنا قلنا اكوزيشن واسوسييتد، تمام، وايه تاني؟ اه الفاينانشال لي الانستولمنتس، فاينانشال انستولمنتس. اه طب استاذ اسامه ايه رايك، ضيف لنا اضافه هنا. لا يعني ايه الشركات لما بتندمج مع بعض ايه الاشكال اللي بيخشوا فيها، يعني لو اكتر من 50% ده بيبقى ايه اسمه ايه؟ دي بيبقى بيت بيرنت، شركه ام يعني، وسبسيدري بالظبط. ده اللي هو الاكوزيشن، الاستحواذ صح كده. طيب لو اقل بقى من، او لو المفروض كام، لو 50% مثلا ولا ايه؟ من 20 ل 50 بتبقى اسمها ايه دي يا استاذ اسامه؟ دي شراكه. شراكه تمام. طيب واقل من 20؟
انك لا مش سندات بقى، سندات اسهم، صح كده يا استاذ ابراهيم ولا ايه؟ او سندات ازاي؟ هي السندات تدي ملكية؟ ايوه خد بالك يا استاذ ابراهيم، ثواني يا جماعه، ثواني ثواني، انت لو معاك 100% من سندات الشركه اللي هي بي دي، 100% من سنداتها، انت كده مالكش اي حاجه، مالكش اي ملكيه، انت سندات، دي بوندز دي سندات، اخد بالك، مالكش سيطره، مالكش كنترول، مالكش انك تدخل في الاداره وتقول لهم انت مجرد واحد سلف الشركه فلوس وهيجي ماتيوريتي ديت، تاريخ استحياء، وتاخد فلوسك، صح كده؟ فانا لما اقول لك 20% انا بتكلم على ستاكس فقط، اللي هي الاسهم بس، ماليش دعوه بالبوندز. ايه مقنع الكلام يا استاذ ابراهيم ولا ايه؟ ماشي بالظبط بالظبط، استثمارات ادوات الدين. رأس مال، يعني انت اشتريت اسهم كده، تمام تمام ما هو السهم أداة ملكية، السند أداة دين، السند انا باخد فايدة، يعني هو الشركة بدل ما تروح للبنك تاخد فلوس، بتروح لحملة السندات، الناس اللي بتستثمر في السندات، وبتبيع لهم السندات بتاعتهم وبتدفع عليها فايدة. لو البنك مثلا بيدي مثلا 12%، لا لو مؤسسة فردية ملوش بقى ان هو يمول بسندات، وملوش انه لا يمول شغله بسندات ولا بأسهم، تمام. طب انا كمستثمر هدخل ازاي في مؤسسة فردية غير ان انا اقرضه مثلا؟ جميل، جميل، طب ايه رأيك يا استاذ ابراهيم؟ استاذ اسامة، طب ما لو ملوش علاقة بأي حاجة من اللي احنا بنقولها دي، صح؟ ده مجرد ان انت عامل عقد كده، عقد مع، صح، مورد، عقد مورد مع بائع كده وخلاص، بالظبط صح. طب استاذ اسامة طلع، خلينا نشوفه اسلام. long term assets having no physical existence but processing a value are called. لا الاستاذ ابراهيم قالوا ان ده ما يعتبرش لا استحواذ ولا اي حاجه من الحاجات دي، ده يعتبر عقد توريد بس، تمام. في تعليق ولا حاجه يا استاذ اسامه؟ هو يعتبر عقد توريد، عقد ما بين مورد وبائع وخلاص كده، مورد ومشتري وخلاص كده، ماشي. يلا اسلام ايه رأيك؟ لا لا لا، هو المقصود بروسيسنج افاليو، ده معناه ان هي بتدي قيمه، هي ملهاش فيزيكال اكزيستنس، ملهاش وجود مادي، ما تقدرش تمسكها بايدك انتانجبل اسيتس، اصول غير ملموسه، تمام. فالاجابه ايه؟ خلاص كده احنا خلصنا الاسئله دي، خلينا نرجع نكمل المحاضره بتاعتنا، هم 12 سؤال. طيب ماشي. المجال بقى بتاع المعيار السكوب، ينطبق معيار المحاسبة الدولي رقم 16 على الآلات والممتلكات أو الممتلكات والآلات والمعدات، باستثناء الحالات التي تتطلب فيها معيار آخر another standard requires، أو يسمح بمعالجات محاسبية مختلفة.
بريمتس ديفرينج اكاونتنج تريتمنتس. يقول لك مثلا الاصول المصنفه على انها محتفظ بيها للبيع هيلد فور سيل وفقا للمعيار الدولي للتقارير الماليه اللي هو رقم 5 الاي اف ار اس 5 اللي هو بعنوان الاصول الغير متداوله المحتفظ بيها للبيع والعمليات المتوقفه نون كارنت اسيتس هيلد فور سيل اند ديسكونتينيود اوبريشنز. ده ما يدخلش معايا. يعني انا اشتريت ارض مثلا شايلها عشان لما تعلى قيمتها بيعها، دي ما تدخلش معايا هنا، ما تدخلش معايا في الاي اي اس 16. طيب تاني حاجه ما تدخلش معايا الاصول البيولوجيه او الحيويه اللي هي البيولوجيكال اسيتس، دي المتعلقه بالنشاط الزراعي الاجريكالتشر اكتيفيتي المحتسبه بموجب معيار المحاسبه الدولي رقم 41 الاجريكالتشر معيار الزراعه. مهم جدا المعيار ده استاذ ابراهيم، صح كده؟ بمركزين عليه في الامتحانات يعني بتاعت الدبلومه. انا شايفه يعني عليه تركيز جامد، مش عارف الطلبه دايما بيسالوا فيه. ماشي، ده المعيار رقم 41 اي اي اس 41. طيب بعد كده اصول التنقيب والتقييم الاكسبلوريشن اند ايفالويشن اسيتس المعترف بها وفقا للمعايير الدوليه او للمعيار الدولي للتقارير الماليه اللي هو الاي اف ار اس 6 بعنوان التنقيب عن الموارد المعدنيه وتقييمها الاكسبلوريشن اند الاكسبلوريشن فور اند ايفالويشن اوف مينرال ريسورسز حيث حقوق التعدين المينرال رايتس والاحتياطات المعدنيه المينرال ريزيرفز زي مثلا النفط الغاز الطبيعي الناتشورال جاز الاويل الموارد غير المتجدده المماثله سيميلر نون ريجينيريتيف ريسورسز زي مثلا الاويل ريج اللي هي منصه البترول. تمام، دي ما تدخلش معايا هنا، ما تدخلش ضمن المعيار ده، في معيار بيتكلم عليها. ولا ينطبق المعيار على الممتلكات والمنشآت والمعدات المستخدمه لتطوير او صيانه الفئات الثلاثه الاخيره من الاصول. يعني اي واحده من دول ما بيدخلش معايا المعيار الاي اي اس 16. ومعايا شويه اسئله هنا. طيب نبتدي كده من استاذ ابراهيم او لا معلش احمد المفروض ان ا كومبانيز بالانس شيت نقط ابير اندر ذا هيد نون كارنت اسيتس. مين من دول يظهر في النون كارنت اسيتس يا حاج احمد؟ الجود ويل البيتنت الفيكلز ولا الاول اوف ذا ابوف؟ طب فكر تاني. جميل. النون كارنت دي اللي هي المتداوله ولا غير المتداوله؟ غير المتداوله. غير المتداوله دي اللي هي بتقعد معايا اكتر من فتره. جميل. هل الجود ويل اللي هي السيارات الفيكلز اللي هي السيارات والعربيات وكده، صح يا استاذ ابراهيم ولا ممكن يبقى ليها تفسير تاني احسن من كده؟ يا ريس الجود ويل والبيتنت بتظهر ضمن الكرنت اسيتس. ركز يا استاذ ابراهيم. بالظبط، هو المفروض كله، بس دول يعتبروا دول يعتبروا انتانجبل اسيتس اصول غير ملموسه، وده تانجبل، فالاجابه هي دي. طيب نشوفه استاذ اسامه. according to prescribed order of assets in a company balance sheet assets should. هو هنا بيقول لك انك بناء على ترتيبك ليه اخد بالك للاصول في البالانس شيت اللي هي الميزانيه العموميه، ايه اللي المفروض يظهر الاول؟ should be first should be shown first at all. ايه اللي المفروض يظهر الاول؟ هل الكرنت ولا النون كرنت؟ السؤال ده عايزين نتناقش فيه شويه. ايه رايك يا استاذ اسامه؟ النون كرنت اللي هي الغير ملموسه. طب ايه رايك يا استاذ ابراهيم؟ هل الاي اف ار اس بتتكلم على الترتيب ده ولا لا؟
مش معي اللي هو مش المعيار بقى، ما هو مش معيار. الإطار المفاهيمي بتاع المعايير قالت على الترتيب. هل الإطار المفاهيمي قال على ترتيب؟ طب ايه رأيك يا استاذ أسامة؟ النون كرنت الاول. طب استاذ ابراهيم بتقول ان في الامتحان بيجيب لك النون كرنت الاول. طيب خير برضه شباب اسلام واحمد، لو في اي اضافات عادي افتح المايك وقولها يعني. المعايير المصرية الأصول الثابتة في الأول حسب المعايير المصرية. والله أنا شفت ميزانيات كان فيها الأصول المتداولة الأول، يعني مش عارف بقى. الثابت الأول. طيب ماشي. وبعد كده حقوق الملكية. ده النظام البريطاني مش متفق مع الاي اف ار اس هنا، صح كده؟ حسب المعايير البريطانية. بريطانيا ما بتتبعش الاي اف ار اس، صح؟ ليها معايير خاصة بيها تقريبا. انا برضو عن المعلومة عندي كده. خلاص خلينا نكمل السؤال اللي بعد كده. مش عارف مين عليه الدور، المفروض مين عليه الدور يا جماعة. طيب the asset that can be easily converted into cash within short term period. خليه اسلام ماشي، يقول لك 1 year or less are known as. ده تعريف لإيه؟ بالظبط بالظبط. طيب أحمد، الكوبي رايت البيتنتس اند تريد ماركس ار، ده يعتبر انتانجبل اسيتس. طيب قول لنا كده كل واحدة ايه المقصود بيها. الكوبي رايتس حقوق الطبع والنشر، زي ايه مثلا؟ لا، الفت كتاب. الفت كتاب لا لا لا، براءة الاختراع اللي هي البيتنتس. الكوبي رايتس اللي هي حقوق الطبع والنشر. ألفت كتاب، عملت فيلم، أخد بالك، صورت صورة، الحاجات دي كلها تعتبر كوبي رايتس. البيتنتس دي بقى إنك عملت اختراع. طيب التريد ماركس اللي هي العلامات التجارية. إيه يا أستاذ إبراهيم؟ إيه ماشي، قول لنا أحمد، قول لنا إيه. عملت علامة تجارية. تمام. طب ايه رايك يا استاذ ابراهيم، كلام مظبوط ولا ايه للتريد ماركس؟ طيب يا استاذ اسامه، التريد ماركس اللي هي العلامات التجاريه هو المقصود بيها ان انا اعمل علامه تجاريه زي ماكدونالدز، زارا، صح كده؟ طيب ماشي تمام مظبوط، انا بتاكد بس. طيب خلينا نشوف السؤال اللي بعد كده. ماشي يا استاذ ابراهيم. ويتش اوف ذا
which of these best explains fixed assets؟ مين من دول تقدر تقول تعريف للفيكسد اسيتس، الاصول الثابته؟ اه مظبوط، ان انا اشتريتها عشان استخدمها في التجارة او في العمل التجاري. ماشي، بس خد بالك ممكن السؤال، ممكن اجابة زي دي يعني لو في اجابة اوضح منها تشيلها. ما هو ممكن استخدامه في البيزنس، الانفنتوري بستخدمه عشان في البيزنس المخزون، صح؟ طيب are expensive items bought for the business، اللي هي حاجات غالية تم شراءها للبيزنس. ماشي، مش شرط. are long are of long life and are not purchased specifically for resale. بالظبط، هي مش انا اشتريتها عشان اعمل لها اعاده بيع، ريسيل. بالظبط، فهي الاجابه دي. ثواني، الاجابه دي انا نقلتها غلط، معلش. هي الاجابه دي، اصل انا الاجابات دي انا اللي بكتبها يعني، خد بالك، فممكن نقلتها غلط. طيب خلينا نرجع، كنا واقفين هنا. ماشي، معانا برضو لسه في المجال بتاع المعيار. ينطبق نموذج التكلفة اللي هو الكوست موديل في معيار المحاسبة الدولي رقم 16 IAS 16 ايضا على العقارات الاستثمارية المحسوبة باستخدام نموذج التكلفة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 40 اللي هو بعنوان العقارات الاستثمارية Investment Property. ايه المقصود بالفقرة دي يا استاذ ابراهيم؟ تمام. بالظبط، الاثنين دول يخليهم يتعاملوا كأص ثابت، كاستثمار عقاري تابع للمعيار 40. يعني مش هيظهر معاك اصل ثابت. تمام. طيب لا تنطبق المواصفات المعياريه الستاندرد على النباتات المثمره البيرر بلانتس، ولكنها لا تنطبق على المنتجات الموجوده كنبتس مثمره. وهنا الصقبه وضح للجزئيه دي، قال لك النباتات المثمره دي اللي هي البيرر بلانتس يستخدم في انتاج او توريد منتج زراعي، يتوقع ان يتحمل المنتج لاكثر من فتره واحده، لديه احتمال بعيد ان يتم بيعه على انه منتج زراعي باستثناء مبيعات الخرده المعروضه. يعني هي الفكره اعتقد ان هي قايمه على كده، ان انا لو عندي شجره مثلا، الشجره دي مرتبطه بفيكسد اسيت اصل، وتنطبق عليها معيار الاي اي اس 16. لو المنتج اللي بتطلعه الشجره بسميه بيولوجيكال اسيتس اللي هو الاصول البيولوجيه او الحيويه، وده بينطبق عليه المعيار 41. ايه رايك يا استاذ ابراهيم في الحته دي؟ ده اللي هو انت بتتكلم على نبات بياخد في انتاجه اكتر من سنه. بالظبط، البلح، الحاجات دي. تمام، الشجره نفسها بتبقى اصل ثابت وبتخضع للمعيار 16. المنتج اللي بتطلعه معيار المخزون ولا المعيار بتاع الاصول البيولوجيه؟ اولى يا استاذ.
اه ده اللي هو بيسموه البيرر بلانتس، النباتات المثمرة. وبيقسم نصها كده ويزرعها تاني. لو هيبيعه يبقى انفنتوري. طيب استاذ تمام. تمام. المنتج اللي بيطلع منه ده بيطلع للمخزون. المنتجات اللي هي المحصودة، المحاصيل الزراعية. تمام. بجيب تكلفته واطرح منها التكاليف دي كلها واحط القيمة اللي هتطلع. لا انا ماليش في الكورة انا. تمام. خلاص، اللي بقى يتفرج على الفيديو بعد كده بقى يبقى يكتب لنا في التعليقات ايه اللي هيتطبق عليه. ماشي، خلينا نكمل. لا والله انا ماليش رأي والله في الحتة دي، حاولت افهمها بس ما عرفتش. النباتات المثمرة دي قال لك دي النباتات اللي زي ما قلت كده، زي البطاطس مثلا، بتتزرع في الارض، ما بتبقاش محتاجة شجرة. بيرر بلانتس بتاخد انتاجها اكتر من سعر. وهنا صح، هو قال اهو. ممكن صح. تمام. طيب خلينا نكمل. تاني عنوان الاعتراف، الريكوجنيشن. يجب الاعتراف بمنهوج الممتلكات والآلات والمعدات كأصول عندما يكون من المحتمل أن، واداك شرطين امتى الحاجة تتصنف على إنها أصل. وخد بالك الشرطين دول يمشوا مع الأصل المتداول والغير المتداول. أول واحد، من المحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالأصل إلى المنشأة. فأنا عندي فيوتشر ايكونوميك بينيفيتس هتيجي لي من الاصل ده. تاني حاجة، يمكن قياس تكلفة الاصل بشكل موثوق. cost of the asset can be measured reliable، اقدر اقيسها بشكل موثوق. بالنسبة لاول واحدة قال لك هنا تتحقق المنفعة الاقتصادية الايكونوميك بينيفيتس للاصل الثابت عن طريق ان انا استخدمه في نشاط تشغيلي او استخدمه في نشاط اداري او ان انا ااجر الاصل، فيما عدا العقارات الاستثمارية دي ليها معيار خاص بيها اللي هي الانفستمنت بروبرتي اللي هو المعيار رقم 40. طيب، ولاحظ ان اي بند لكي يتم تصنيفه كاصل سواء متداول او غير متداول لابد من يحقق منفعه مستقبليه. واكلمك هنا عن حاجه اسمها تحليل المنافع الاقتصاديه، ده جانب اداري اكتر منه مرتبط بالاي اف ار اس، بس يعني كويس هتلاقيه موجود بقى في الملف بتاع الـ PDF بتاع المحاضره.
هنا بيقول لك لاحظ ان تبويب الكلاسيفيكيشن للاصول الى ثابته ومتغيره يعتمد على الغرض من الشراء، تمام، نيه الاداره وغرضها من شراء الاصل، وبناء على تبويب الاصول تختلف المعالجه المحاسبيه الاكاونتنج تريتمنت للاصل المتداول بتختلف عن الاصل الثابت. ومعايا سؤال او معايا ممكن كام سؤال كده من تمام نشوفهم. The term current assets includes استاذ اسامه او المصطلح بتاع الكرنت اسيتس الاصول المتداوله يتضمن ايه؟ الستوك المقصود به هنا المخزون، الديبيتورز اللي هم الاكونتس بيبل صح ولا ايه، الاكونتس ريسيفابل اللي هي الحسابات المستحقه للقبض العملاء يعني. فانا عندي المخزون اول واحده، تاني واحده العملاء، الكاش اللي هو الفلوس، نمبر دي all of the all of this. طيب اسلام، current assets on the assets side of balance sheet of a company includes هو المقصود بسندري ديبيتورز اللي هم العملاء باشكالها المختلفه يعني المتنوعين ساندري، تمام، مصطلح مش سائد قوي معانا محاسبيا يعني، لكن هو ده المقصود بيه. والكاش ان هاند اللي هي الفلوس اللي معايا، والستاك اللي هو المخزون. لا هو في اجابه المفروض تظهر تانيه اللي هي all of this، فهي كلهم المفروض. معلش ما تمام. طيب احمد نشوف السؤال الاول. ال goodwill of a company is shown on the asset side of the balance sheet under the head ال goodwill اللي بتنزل تحت ايه بالظبط؟ استاذ ابراهيم، which of the following asset is not shown under the head fixed asset in balance sheet؟ طب ايه هي البيلز ريسيفابل وايه الفرق ما بينها وما بين النوت ريسيفابلز؟ الريسيفابل الموردين ولا العملاء؟ العملاء، تمام. طب البيلز ريسيفابل ايه تقريبا؟ فواتير العملاء. طب النوتس ريسيفابل بقى حد يعرف؟ طب يا جماعه اسلام احمد اي حد؟ ما انا مش ما هي ما ملهاش ترجمه يعني، لو قلت بيلز ريسيفابل فواتير عملاء، نوتس ريسيفابل اوراق عملاء، اوراق قبض، اوراق قبض. طب ايه الفرق ما بين فواتير العملاء واوراق القبض؟ لا 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 النوتس ريسيفابل لا مش بتاعت البنوك. لا هاي اسلام عندك تعليق هنا؟ طب انا اقول لك على حاجه، ايه الفرق ما بين الريسيفابل والنوتس ريسيفابل؟ الريسيفابل هو ان انا ببيع شفهي، تمام، ما بيبقاش في ورقه. النوتس ريسيفابل بيبقى فيه ورقه، جميل. طيب انا لما بعمل بالانس شيت بطلع ريسيفابل والنوتس ريسيفابل ضمن الكرنت اسيتس الاصول المتداوله بتاعتي، فالنوتس بتظهر ضمن الاصول فهي حاجه لسه ما اتدفعتش، بس هي ورقه، هي مجرد بيبر. فانا مش عارف بقى ايه الفرق ما بين البيلز والنوتس هنا بصراحه. لا 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 النقد الكاش ريسيف الكاش بيمنت حاجه تانية خالص. لا 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 عميل نقدي مش بياخد كريدت، بياخد على بالكاش. لا 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 مش ما يدخلش ريسيفابل خالص، ما ينفعش.
مش هينفع، ما مش هينفع خالص يبقى ريسيفابل. ماشي يا جماعة خلاص، يبقى حد بقى من اللي اتفرج على الفيديو يحط لنا في التعليقات كده ايه الفرق ما بين البيلز ريسيفابل والنوتس ريسيفابل، او لما تخلصوا المحاضرة كده نبقى نفتحه جوجل ونشوفه. خلينا نرجعه. خلاص هو المفروض، لا لسه فاضل شوية كمان. يقر معيار المحاسبة الدولي رقم 16 بأن أجزاء من بعض البنود الممتلكات والآلات معدات قد تتطلب الاستبدال على فترات منتظمة، وسوف تتضمن القيمة الدفترية الكارينج اماونت. في صوت وشة كده استاذ ابراهيم. تمام تمام، لا مفيش مشكلة. سوف تتضمن القيمة الدفترية اللي هي الكارينج اماونت لأي بند من بنود الممتلكات والآلات والمعدات، تكلفة الاستبدال الكوست اوف ريبليسنج، جزءا من هذا البند عند تكبد تلك التكلفة إذا تم استيفاء معايير الاعتراف ريكوجنيشن كرايتيريا، المنافع المستقبلية وموثوقية القياس. ماشي. ويتم استبعاد القيمة الدفترية لتلك الأجزاء التي تم استبدالها وفقا لأحكام إلغاء الدفاتر في المعايير المحاسبة الدولية. مش سيبك من الكلام ده كله، خلينا نشوفه تاني عنوان معانا. ثواني كده نشوفه ايه تاني عنوان معانا، اللي هو الـ Initial Measurement، القياس الأولي أو القياس المبدئي. ثواني، ايه المشكلة هنا؟ ماشي. القياس الأولي الـ Initial Measurement دي المرحلة الأولى، دي اللي هي عند الشراء. يقصد بمبدئيا اللي هو تاريخ الاستحواذ، اللي هو هنا يجب تسجيل بند الممتلكات والآلات المعدات بالتكلفة. الكوست دي عبارة عن ايه؟ جميع التكاليف اللازمة لجعل الأصل في حالة صالحة للعمل من أجل الاستخدام المقصود. Cost is necessary to bring the asset of two working condition for its intended use. لن يشمل ذلك سعر الشراء الأصلي الـ Original Purchase Price فحسب، بل يشمل أيضا تكاليف إعداد الموقع، التسليم والمناولة الـ Delivery and Handling، وهنا الـ Site Preparation، والتركيب الـ Installation، والأتعاب المهنية ذات الصلة للمهندسين المعماريين والمهندسين، Related Professional Fees for Architecture أو R مش عارف إيه and Engineers. ماشي. خامس حاجة والتكلفة التقديرية لتفكيك وإزالة الأصل واستعادة الموقع. واداك معيار تاني مرتبط بالحاجات دي اللي هو المخصصات والالتزامات المحتملة والاصول المحتملة، اللي هو مرتبط بالجزء او برقم 5 دي اللي هو الاي اي اس 37. طيب برضو بالنسبة للضرائب، لو الضريبة قابلة للاسترداد يعني ريفاندبل ما بحملهاش على تكلفة الاصل، لو غير قابلة للاسترداد بحملها على تكلفة الاصل. معنا برضو شوية اسئلة من او سؤال واحد، خليه استاذ ابراهيم. اكس واي زد فيرم هاز امبورتد ا ماشين فروم ابورت، ويتش اوف ذا فولوينج از نوت ذا اليمنت اوف ذا ماشينز كوست. ديموريج تشارجز، اللي هي رسوم الانتظار. انت قاعد في المينا والآلة بتاعتك موجودة في المينا، الدي اللي هي الريفاندبل تاكس بالظبط. هو ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه المعالجة المحاسبية لحاجة زي دي؟ اللي هي الريفاندبل تاكس، اللي هي الضريبة اللي هيتم استردادها تاني من مصلحة الضرائب. لا، بتبقى ضريبة قابلة للاسترداد مش مؤجلة. يعني انا لا، هي انا اشتريت اصل دلوقتي، انا اشتريت اصل دلوقتي مثلا ب 120,000 مثلا يعني، تمام؟ وفي 20,000 دول دي عباره عن تاكسز، والضرايب دي ريفاندبل. يعني ايه؟ يعني الضرايب هتخصمها مني تقريبا. انا دفعتها، يعني الضرايب مش هتدف، يعني لما تيجي تحسب لي الضريبه مش هتحسبها، صح كده؟ في عش جميل.
لا لا لا، انا بجيب على اصل، مش هبيعه، اصل ثابت، بتكلم على اصل ثابت. ايوه، انا هسترد ازاي بقى ال20 ألف دي؟ في حالة البيع بس. هتستردها. ايوه، انت عارف في سي ام اي بارت 2 بندرسه الكابيتال بادجيتنج، اللي هي الموازنات الرأسمالية، بندرسه حاجة زي دي برضو، ان الضريبة دي صاحبي بتدي حاجة اسمها تاكس شيلد، اللي هو زي ما تقول كده حاجة حامي ضريبي او حاجة كده، بتقلل من معاك المصاريف يعني، او حاجة كده. ماشي، طيب ده القياس الأولي. المتحصلات من بيع الأصناف المنتجة أثناء إحضار عنصر الممتلكات والآلات المعدات إلى الموقع والحالة اللازمة ليكون قادرا على التشغيل بالطريقة التي تقصدها الإدارة، لا يتم خصمها من تكلفة بند الممتلكات والآلات المعدات، ولكن المعترف بها في الربح والخسارة. تمام. وكلام تاني نظري مفهوش حاجة. بعد كده بعد الانيشال ميجر عندي حاجة اسمها السبسيكوانت ميجر، القياس اللاحق، اللي هي بتحصل بقى في نهاية السنة. يا بستخدم حاجة اسمها الكوست موديل، وهنا بظهر الأصل بالتكلفة ناقص الإهلاك المتراكم اللي هو الأكيوميليتد ديبريشيشن، مجمع الإهلاك، أو الانخفاض في القيمة الإمبيرمنت. فالبوك فاليو عندي هنا عبارة عن الكوست ماينس الأكيوميليتد ديبريشيشن. وفي شوية أسئلة، لكن خلينا نشوفوا النموذج التاني اللي هو الريفالويشن موديل، نموذج إعادة التقييم. وتقريبا النموذج ده ما بيشتغلش في المعايير المصرية، صح كده أستاذ أسامة؟ وهيتطبق يعني. اصل انا على حد علمي مثلا المعايير الامريكيه اليو اس جاب بيسمح باعاده التقييم بس لما تيجي تعمل سيل للاصل ده، لما تيجي تبيعه. ده فرق ما بين الاي اف ار اس والجاب، اليو اس جاب. امتى بيسمح؟ اليو اس جاب في حاله البيع بس تعمل اعاده تقييم، لكن في الاي اف ار اس لا، ممكن تعمل اعاده تقييم من غير ما تكون بتبيع يعني. طيب نكمل. يتم اثبات الاصل بالمبلغ المعاد تقييمه الريفالويتد او الريفاليد اماونت، والذي يمثل قيمته العادله في تاريخ اعاده التقييم ناقص الاهلاك اللاحق والانخفاض في القيمه. ماشي، بشرط ان يمكن قياس القيمه العادله بشكل موثوق. برضو بيبقى في مقيم هنا هو اللي بيجي يحط القيمة دي. معانا كام سؤال هنا المفروض احمد تقريبا. الكوست اوف فيكسد اسيت اكيوميليتد ديبريشيشن، او الكوست اوف فيكسد اسيت ماينس الاكيوميليتد ديبريشيشن اكسبنسز اوف فيكسد اسيتس، ده ايكوال هيديني ايه في الاخر لو جيت بالظبط؟ طيب استاذ ابراهيم، البوك فاليو ايكوال الكوست ماينس البوك فاليو؟ لا بالظبط. طب انا لو جبت الكوست ماينس اللي هو الريسيديوال فاليو او السالفج فاليو، الاثنين نفس المعنى خلي بالك، يعني الريسيديوال هو السالفج، صح كده ولا ايه؟ بالظبط. فاحنا قلنا اهو ده الاسم اللي ما كناش فاكرينه، الريسيديوال فاليو اهو. تمام، قلنا ان هي سالفج وريسيدوال، وايه تالت قلنا في اول محاضره؟ يا اسلام كنت معانا انت. احنا كان في حاجه مش فاكرينها اللي هي الريسيدوال فاليو، وقلنا السالفج و الزهايمر مبوظ الدنيا خالص يا جماعه والله. والله لا مش فاكر. والله انا لو جبت ابن عمر والله 4 سنين ممكن يفتكر، انا مش فاكر. ومفيش حد فاكر خالص. يلا، فهي الاجابه اللي هي قلنا اللي هي سي. ماشي، خلينا نشوفه السؤال اللي بعد كده. المفروض بقى استاذ اسامه، اماشين ذات كوست، انا عندي اله كلفتني 120 ألف واكيوميليتد ديبريشيشن 50 ألف، القيمه الدفتريه بتاعتها كام؟
اللي هو الاكيوميليتد ديبريشيشن اللي هو مجمع الاهلاك. فانا تكلفتها 120 مجمع الاهلاك 50، قيمتها الدفتريه بالظبط. اجابه بي. تمام. طيب خلاص كده يا جماعة، خلصت المحاضرة يعني الحمد لله. لسه ليها تكملة المفروض المرة اللي جاية، بس عشان الواحد خلاص الوقت اتأخر يعني. ف هو معيار جميل بصراحة، بس عايز عليه تركيز يا أستاذ إبراهيم في الأسئلة ولا إيه؟ وبعدين هو مربوط بمعايير كتير برضه. طيب خير يا جماعة، نشوفكم بقى على خير المحاضرة اللي جاية. تمام ماشي، يلا العفو عليك، الله يخليك، نورتونا يا جماعة. السلام عليكم، مع السلامة. طب يا شباب، وبكده تكون خلصت المحاضرة، أتمنى تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش بقى المشاركة والاشتراك وإعجابك بالمحاضرة، ونشوفكم على خير في المحاضرة اللي جاية. يلا السلام عليكم.